الرياضيين منها، المسؤولين منها، اللاعبين منها، والموظفين في الأندية منها. طيب المصري البورسعيدي وصل له نفس الخطاب اللي عرضته من شوية لبيراميدز، وهو انه هيبقى في مساحات على حساب اتحاد الكرة للاعبين. تعالوا مع بعض نستقبل هاتفيا كابتن محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي. استاذ خولي اهلا بيك، منورنا ومنور الدنيا. اهلا بيك يا هاني، تحياتي ليك وتحياتي للساده المشاهدين. تحياتنا ليك يا فندم. الدوري او التدريبات قريب جدا هترجع، كان المفروض كمان يعني كام ساعه لكن ممكن تتاخر شويه عشان المساحات. عايز اعرف موقفكم كمصري بورسعيدي. كده احنا ما تفاجئناش من بالخطاب اللي جه امبارح، اللي جه اللي وصل النهارده النادي. يمكن انا كنت موجود امبارح في اجتماع اللجنه الخماسيه، وبلغونا بالقرار دوت، وبلغونا ان القرار ممكن يتاخر حوالي من 5 6 ايام. وبرضك والكلام ده خلينا اتكلم على شيء، وبرضك انا قبل ما اتكلم في حاجه خليني اشكر ماجد سامي، عشان ماجد سامي يعني اتكلم بوضوح وحط وحط وداس على نقط معينه جدا، وداس زي ما بقولوا داس على نقط مهمه جدا جدا جدا. ومش عاوزين نعدي كلامه كده بسهوله، لا الراجل بيتكلم بصدق، ايوه وبيتكلم بفهم واسع جدا جدا للقضيه اللي احنا بنتناقش فيها. لكن خلينا اقول ان تغيير الميعاد يدل ان موضوع اخذ الميعاد بتاع يوم 20 يا هاني، يعني ان كان في اصلا خطا في واستعجال في القرار نفسه. انت حددت يوم 20 على اي اساس؟ والنهارده انت بتتكلم ان انت لسه هتبدا بروتوكول يوم الاحد الجاي بخصوص المساحات وبخصوص الملف الطبي. طبعا الكلام ده كله مش عاوزين نخوض فيه، احنا اتكلمت فيه امبارح مع اللجنه الخماسيه، واعترضت على الموقف اللي حضرتك بتتكلم فيه. طيب وبالتالي انتوا يوم الاحد هيبدا البروتوكول بتاع المساحات مش كده؟ الاتحاد هيمضي البروتوكول يوم الاحد ده حسب كلام الاستاذ عمرو الجنايني معانا في الاجتماع بتاع امبارح، لكن اعتقد ان الموضوع مش قبل الثلاثه او الاربعه، يعني مش قبل الثلاثة او الاربعة، وبالتالي ممكن نقول ان اول تجمع للتدريبات مش هيكون قبل 1/7. اعتقد يعني انا مش انا بقول لحضرتك، يعني اعتقد ان الموضوع مش هيقل عن 5 6 ايام عشان الكلام اللي هم بيقولوه يتنفذ. ألا تتفق معايا يا أستاذ خولي إنه الدوري عودته أو عدم عودته هو قرار من قرارات الاتحاد، مسؤولية الاتحاد هي تاخد القرار ده؟ ولا قرار الأندية؟ خليني أقول السؤال باستخدام. أولًا خلينا هاني عاوزين نميز بين حاجتين، معلش، عودة النشاط وعودة الدولة. عودة النشاط هو في الآخر قرار دولة. تمام. ولما أقول قرار دولة يبقى لازم كلنا نحترمه. تمام. كل الانديه بتحترمه، وزي ما ماجد سامي اتكلم واعيد نفس الكلام. موضوع عوده النشاط دي كلمه مطاطه، وكلمه يعني دخ يعني يخش جواها حاجات كتير جدا. تمام، انديه في انديه اجتماعيه وفي وفي وفي، مظبوط. لكن عوده الدوري انا شايف ان عوده الدوري هو قرار انديه، عشان مين اللي هيتحمل عوده الدوري ومين اللي هيتحمل القرار نفسه غير الانديه يا هاني. الكلام ده اللي قلناه مع اللجنه الخماسيه امبارح، وكان الكلام بوضوح. انا شايف ان القرار بمنتهى الامانه هو وعلينها مره واثنين ثلاثه، ان القرار عوده الدوري لازم يكون قرار انديه. أيوة. مش اكتر، مش ولازم. كان من شهر فات كانت اللجنه الخماسيه تقعد مع الانديه وتوضح للانديه كل شيء، والانديه تاخد القرار المناسب في الموضوع. الموضوع زي ما ماجد سامي كان بيتكلم، تمام، لما نادي بقيمه وادي دجله من اكبر الاستثمارات في المجال في مصر وبيشتكي، ما بالك بالانديه الشعبيه والانديه اللي مالهاش موارد. تمام. انت بتتكلم اللي بيكلمك مالك من اكبر الانديه في مصر حاليا، وبالذات الانديه الاجتماعيه، وبيشتكي يا هاني، ما بالك بالانديه الانديه الشعبيه زي المصري زي الاسماعيلي زي الاتحاد زي اسوان زي طنطا. الناس دي تعمل ايه؟ تمام، وضحت الرؤية تماما. وموقف المصري واضح طبعا من الكلام، وهو انه الصعوبة عودة الدوري بحسب ما بيقول الاستاذ محمد الخولي. بشكرك شكرا جزيلا نائب رئيس المصري البورسعيدي. معايا تقريبا 5 اخبار هقولهم بعد الفاصل وبعديها